السلام عليكم، حاش اخباركم؟ كلشي في امان الله. عواشركم مبروكه، الله يدخلهم عليكم بالصحه والسلامه والهنا ان شاء الله. راه مازال ما عرفت فيديو ولا جوج ديال الصويره، ان شاء الله غادي نلوحهم لكم من ورا هاد الروتين ديال اليوم. بغيت نصوب، جيت لقيت ما بقات حتى شي حاجه ديال الدواء زيت اتاي البنات، بغيت نصوب شويه ديال الغريبه مسفيويه. عندي هنايا حشنا في رابعه ديال الزبده، كتجي زوينه البنات وكتجي لذيذه وهشيشه في نفس الوقت. عندي كاس ونص ديال السكر، تقدو ديروا حتى جوج كيسان قبيسه ديال الملحه. وعندي رابعه ديال الزبده حيوان، غادي نصوبوا هاد غريبه ونشوفوا شنو غادي نصوبوا من وراها. بعد ما خدمت البنات ديك الزبده مع السكر واحد القبيصه ديال الملحه، غادي نزيدوا جوج كيسان ديال الزيت، الكاس الاول وهالكاس الثاني. هنا البنات عندي ثلاثة ديال البيضات، غادي ناخذ هنايا جوج والبيض ديال الثالثه، وهنا غادي نخليو الصفر ديالها ديال الثالثه، غادي ندهنوا بها الوجه ديال الغريبه. هذه غريبه مسفيويه البنات، كتعجبني، كتخرج خير الله وكتجي هشيشه وزوينه. صافي غادي نطرب هذا الخليط هذا كله مزيان. من بعد ما خدمت العناصر كامله البنات، غادي نديروا كاس ديال الكوك. غادي ندير كاس ونص تاوت من النوعيه الجيده اللي كيكون ميدم ديال الحلويات، تقدو ديروا حتى جوج كيسان. صافي البنات زدت الكوك، دابا غادي نبدا نزيد الطحين. غادي نحصلوا على القوام ديال الغريبه البنات، راه كتكون باينه. صافي البنات اخر مرحله، غادي ندير جوج خمارات. نسيت البنات على باش نسمتها انايا بهذا، هو نورمالمون خاصكم ديروا غير الفاني. انا درت القشره ديال الليمون يابسه البنات، ولا قشره الحامض ولا الفاني، دائما تنسى من اللوغو اللي كيعجبكم هو اللي ديرو. صافي البنات هانتوما القوام ديالها غير تبدا تكور معكم بحال هكا. صافو غادي توقفوا على الطحين، ما تكونش قاصحه وما تكونش رطبه بزاف. دابا غادي نكورها نديرها في. صافي البنات دخلت الخميره ديالي في العجينه. على سميتو البنات على القوام، هانتوما غير تبدا تكور بحال هكا. راكم عارفين البنات العجينه ديال الغريبه، انا راه ماشي طباخه البنات، انا راه قلتها لكم، والقناه ديالي ماشي مطبخ ولا راه يوميات، كنشارك معكم اليوميات ديالي. هنا غادي نكورها باش ما نطولش عليكم الفيديو كامله، وغادي ندهنوها بالصفر ديال البيض ونديروا لوزه فوق منها. نتوما غادي تشوفوا كيفاش غادي كتجي زوينه البنات واقتصاديه وكتخرج خير الله. انا كتعجبني، كتجي هشيشه ومع داك الكوك اللي فيها كتجي رائعه البنات. صافي البنات راه قلت لكم دهنتها بالصفر داك الصفر ديال البيض اللي خدينا الاخر، يعني في البيضه الاخرانيه، وكنديروا شويه ديال واحد اللوزه، ولا كنقسموها من النص. انا كل لوزه كنقسمها من النص، ما كاينه الاقتصاد. صافي وانتم الشكل ديالها كيفاش كيجي، نقسم معكم وحده تشوفوها. هانتوما البنات كتجي هشيشه وكتجي زوينه، انا كتعجبني هاد الغريبه المسفيويه، كنديرها مره. والاهم في هاد الشيء هي بنينه وهشيشه، اللي قال هذا ثمنها قليل واجرها كثير، يعني اقتصاديه وفي نفس الوقت بنينه وزوينه البنات. نتمنى هنا البنات اول حاجه غادي نسخن شويه ديال النافع، تقريبا عينكم ميزانكم. انا درت معلقه كبيره ديال النافع غير تسخن المقله. صافي نديوه ونجيبوه انايا. صافي دابا راه طفيت عليه، غادي نحيدو.
نفس الشيء البنات، الزنجلان راه مغسول منقي دائما. انا كنجيب واحد الكميه كنغسلها ونقيها ونخليها عندي في الدار، فين ما نبغيها كنجبدها صافي. هنايا انايا درت عيني ميزاني، درت ثلاثه المعالق كبار ديال الزنجلان، ما يعادل تقريبا نص كاس، ومعلقه كبيره ديال هذا ديال حبه حلاوه. البنات بغيتي ديروا حتى النافع الاخر الغليظ راه ماشي مشكل، نفس الشيء غير الاخر داك اللي حبته غليظه كتهرمشوا شي شويه صافي. غادي نصهدهم شويه باش يطلقوا لينا ديك النسمه ديالهم. بالنسبه للمقادير البنات، عندي هنايا بيضه وحده كنخرجوها من الثلاجه من قبل، قبيصه ديال الملحه، النافع، الزنجلان، عندي خماره وحده، عندي كاس لاروب ديال الزيت ماشي عامر بزاف، نفسو ديال السكر. وهنا راه عندنا حاشنا البنات في كاس ديال الماء، كنتو ما كتبغيوش النسمه ديال الزهر ما ديروهاش، انا غادي نكمل هذاك الكاس ديال الماء بالزهر، ما بغيتوش ديروا غير كاس ديال الماء عادي، وغادي وديروا نسمو باللي بغيتو، بالقشره ديال الليمون ولا الحامض ولا فانيا البنات. وقلت لكم وخماره وحده، هادو هما المقادير اللي عندنا. والطحين، الطحين انتم غادي تشوفوا شحال ديال الطحين، غادي نوريكم زعما القوام ديال العجينه، اقتصادينا البنات وزوينين كيجيو رائعين. لا ما عندكمش الماء ديال الزهر البنات، لا كنتو قلت لكم كتبغيو هذا مذاق ديال الزهر وما عندكمش داك الزهر مزيان، خدوا غير ديك الساشيه حتى هي كتجي فيهم زوينه. انا ملي ما كيكونش الزهر كندير غير ديك الساشيه ديال زهره البرتقال حتى هي كتجي زوينه. انا نعبر معكم بالكاس البنات، ما انا راني عارفه القوام ديال ديالهم. بالنسبه البنات للطحين، دخلت معايا 4 الكيسان ديال العنبه ونص، تقدو ديروا قل او لا اكثر. وها نتوما العجينه ديالهم شفتوها باينه البنات، بحال الشكل تقريبا ديال الفقاس بحال هكا. هنايا راني قطعت واحد الخماره زدتها عليهم، غادي نجمع هاد العجينه ندخل فيها هاد الخميره ونرجع معكم.
هنا صافي كورتهم بجوج كرات البنات، لا كانوا عندكم لا عندكم الفران صغير ديروا ربعه ديال الكرات، باش حيت لحقاش غادي نحر نديروهم غادي نورقوهم طريقه واحده وغنقطعوهم تقطيعه واحده، هكا كنربحوا الوقت. كنتو غادي ديروا نص بهذه الطريقه اللي غنوريكم ونص بالطريقه التقليديه العاديه ديال المقص، ديروها الا كانت تعجبكم ديك الطريقه ديال المقص. كنديروها دي بودان هكايا قطبان رقاق صافي، وكنروليوهم بحال شكل الفقاس وكنقطعوهم فوق من الطاوه بالمقص. انا غادي ندير تقطيعه وحده البنات باش حيت عييت غنديرهم دابا في كونجيلاتور بما جمعت فوق البوطاجي، ونرجع نوريكم الطريقه باش غادي نقطعوهم. هنا البنات كناخذوا الورق المشمع اللي غادي نديرو في الطاوه على قياس الطاوه، وغادي نحطوها الوسط ونديرو عليها هذا ورق اخر. ما عنديش البنات داك المدلك توضر ليا، ما عرفتش فين داروه ليا البنات، لقيت غير هذا. ديروا نتوما مدلك غير هذه صافي البنات. من بعد كتزيدوا تكملوها بيديكم، الا بغيتوا ديروها تقرصوها غير بيديكم راه ممكن، ولكن فوق هذا الورق هذا باش ما تلصقش ليكم في شي حاجه. صافي غادي ناخذوا هاد الجراره هذه، غادي نقادوا ليها جنباتها هانتو بس السمك ديالها البنات، شتو ماشي غلاض غلاض وماشي رقاق. صافي من هنا بان ليا وكلام قادين، باش ما نضيعوش العجينه نحاولوا ما امكن نعاود نديرو هذا. نقادو الجناب البنات، نسيت ما درتهاش في الطحين. دائما الجراره مره مره ديروها في الطحينه البنات باش ما تلصقش ليكم في العجينه. صافي وغنمشيو عاوتاني على هاد الجهه الاخرى، وكتقطعوهم نتوما بغيتوهم صغار بزاف، انا كيعجبوني صغيرين البنات، نتوما بغيتوهم كبر من هكا تقدو ديروهم كبر من هكا. الطريقه كتجي اسهل بكثير من المقص والطريقه العاديه البنات. صافي غادي نمشيو على هاد الطريقه، الفران راه درت وكيسخن البنات، وغادي نوريكم الطريقه باش غادي نديرهم في الطاو. صافي البنات كنهزو انت خرج نبدا ندير ادفيها، غنهزوها هكا كنديروها في الطاوه ساهلين البنات بهذه الطريقه هذه. الكارت انا درتو شويه كبر من الطاوه معليش. صافي غادي ندخلو من الفران، ولكن نقصو عليهم من يسخن الفران مزيان نقصو عليهم البنات، نخليو العافيه مهيله كي نحسو بهم دارو من التحت كنهبطوهم يتحمرو من الفوق، ومن بعد كنبداو نحلوهم اما بالموس ولا بشي مغرفه، راه كيتفرقوا بسهوله البنات.
صافي البنات، راه باقا واحد الطاوه صغيره في الفران. طيبت الطاوات الاولانيين، شتو الشكل ديالهم. من بعد حتى كيبردو كنبقاو نحلوهم غير هذا، غير بشويه البنات راه دغيا كيتحلو. بغيتو تخليوهم على هذا الشكل هذا، او تاني راه كاين اللي كيخليهم هكايا. شوفوا نتوما العبار مثلا اربعه ديال المربعات ولا ثلاثه، كيخليهم هكايا وكيحطوهم هنايا. رانا بديت انا راح يتبردوا هادو، بديت كنحل فيهم. شتو راه كيجيو تقريبا عبار واحد، الا دوك القنيتات هما ما عندناش كيفاش نديرو ليهم. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم ويروقكم، ولا عجبكم بارطاجيوه مع الحباب ومع الصحاب. ما تنساونيش بلي لايك وبالتعاليق ديالكم. خليت لكم الراحه وبسلامه عليكم.